اليوم 18 آذار 2018، القرن 21، التاريخ يلي انحفر بكل ذاكرة كردية. اليوم وبهذا التاريخ سقط كل العالم عند أقدام عفرين، سقطت كل الإنسانية عند أقدام عفرين، سقطت كل الشعارات الكاذبة عند أقدام عفرين. من خلال هذا الفيديو حابة أوجه رسالتي إلى الجمهورية العربية السورية بكل شعبها وأطيافها، وكون الجمهورية العربية السورية بلد بيجتمع تحت أقذر أنواع البشر، بيجتمع تحت علمها أكبر سفاحين ومصاصين الدماء، كون هذا البلد ما فيه قانون، القانون الوحيد يلي بنشي فيه هو قانون الغابة، قانون الغابة. لذلك أنا اليوم بدي أسقط الجنسية العربية الإسلامية السورية بطريقتي. جنسية الجمهورية العربية السورية إلى الجحيم. الجمهورية العربية السورية، وزارة الداخلية، الديانة مسلمة، على فكرة أنا ماني مسلمة، الجنسية عربية، على فكرة أنا ماني عربية أنا كردية، الجمهورية العربية الإسلامية السورية الداعشية. إلى الجحيم. إلى الجحيم. أنا كإنسان من 7 مليار إنسان على هذا الكوكب، وكشخص من 63 مليون كردي على هذا الأرض، اغتصبوا أرضي، حرموني من الوطن، وفرضوا علي هوية مزورة. إني أكون إنسانة حرة، مجرد من الهويات المزيفة، مجرد من الأرقام، مجرد من الهويات الكاذبة. أنا اليوم اخترت أن أكون إنسانة حرة. كل مشاريعكم البعثية والتطبيق، حملات الإعدام اليومية اللي عم تصير بإيران، والمجازر اللي عم ترتكب بحقنا، كل هذا الشيء وكل شيء حتساووه فينا ما ممكن ينهي الهوية الكردية المسلوعة علينا. كردستان مزروعة بالقلب وبالفكر بالعقل، كردستان وطني وانتمائي وهويتي اللي بدي اسعى إياها، لو ما كنت أنا حيكونوا أولادي.